لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. للاتحاد الوطني للصحافه والاعلام بالمغرب، يعني خدمه جديده كتجي نظرا لاهتمام الاتحاد وكذلك باقي الاعلاميين في المدينه بالشعب المحلي، واللي شافت في الاونه الاخيره بعض القرائن وبعض التطاولات بهذا المصطلح هذا داخل الجامعه الحاليه لمدينه الجديده. هذه الندوه غادي نعتبروها ردا على ندوة أخرى كان عقدها رئيس الجامعة عقب الدورة الأخيرة، واللي كان طرق فيها الموضوع ديال تفويت السمكية الدولي نافرج. هذاك التفويت اللي سبقات المسابقة عليه في دورة سابقة، وكانت هذه الدورة الماضية كان غادي يكون الحديث عن الثمن الافتتاحي وكذلك يفترض التحمل المحتاج، كان جوج ديال النقاط اللي غادي ننطبق عليهم خلال هذه الدوره هذه. الا انه وقعت بعض الامور اللي جعلت انه تم تاجيل هذه الدوره هذه الى حين احضار المحضر خبره يعني وثائق متعلقه بهذا الملف. كيحضر معنا كل من السادة السيد حكيم سجدة حزب الأصالة المعاصرة ورئيس الجامعة الولاية السابقة، معنا السيد مصطفى ماهي عضو المعارضة و الأصالة حزب الأصالة المعاصرة، ومعنا السيد يوسف بيزيد عضو المعارضة على حزب الاتحاد الاشتراكي، كذلك معنا ممثلين ديال جمعية الحقوقية. كاين هناك الأستاذ هشام غازي رئيس المنتدى المغربي لحماية الأمن العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية. معنا الأستاذ محمد أمين كاتب جهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان. إذا في البداية نبدأ نذكروا بأن المدة اللي غادا تكون مخصصة للإخوان اللي غادي يلقيو الكلمة دابا هي ما بين 5 إلى 15 دقيقة. يعني اللي سالف 5 يسالي، سالف 10 يسالي، سالف 15 يسالي. وهاد النقطة وهاد الندوة هادي غادا تكون متعلقة بالأساس بالنقطة ديال لافرج، هي الهدف ديال الندوة هادي. إذا تفويت لافرج بعض الحقائق اللي غادي نخلي الإخوان هما اللي غادي يوضحوها ويتشرحوها خلال الندوة هادي. التدخلات ديال الإعلاميين غادا تكون مخصصة يعني في محددة في 11 ديال الدقائق لكل متدخل لإلقاء حدا وقت في الإخوان، ما بغيناش غادي تلقى بينهم يقولوا آخرين عندهم أسئلة وما غاديش في حالنا، يعني ناخذ الأجوبة حتى هي من عند المحاضرين. بداية غادي نعطي الكلمة للسي حكيم سجدة أنه يوضح لنا على الاقل غادي بعض النقاط اللي كيبانوا لي بانهم مخالفين للقانون. الا كانوا عندنا بعض الاخوان ربما الاستاذ الغازي يعطينا يمكن يعني واحد الماليه ولا الناحيه الاجتماعيه غنعطي واحد تدخلات بسيطه في هذا الباب. بالنسبه للشق القانوني هناك خرق سافر من الناحيه القانونيه للطريقه التي ادرجت بها هذه النقطه، على اعتبار انه قد سبق للمجلس او المجالس السابقه او على الاقل المجلس السابق ان اتخذ مقررا فيما يتعلق بلافرج وتسليمه للجمعيات الموظفين للجماعه. بطبيعة الحال هذا شق اجتماعي من الواجب علينا حنا يعني كمسيدين الجماعة
انها يعني نعطيو واحد بعض حقوق للموظفين ديال الجماعه. اذا كان اولا من اجل عرض هذه النقطه هذه تدرج يعني النقطه قبل منه او لا في دوره سابقه باش يتلغى هذا المقرر ديال المجلس، الشيء اللي ما دارش واللي كيؤدي لبطلان هذه النقطه هذه من الناحيه القانونيه. اذا هذا من هذه من ناحيه قانونيه. من ناحيه اخرى اننا كمجلس لم نتوصل ما توصلناش بمحضر اللجنه اللي قيمات هذا الثمن ديال هذا العقار هذا، حنا كمجلس ما توصلناش به. وكنظن حتى اللجنه الماليه واللجنه ديال المرافق العموميه اللي هي يعني بطبيعه الحال لزوما كيخصها تنظر في هذه الوثيقه هذه من اجل ابداء الراي ديالها من بعد ما كياخذ المكتب المسير كياخذ يعني القرار في هذا الباب هذا كينزل عند اللجنه، واللجنه هي كتاخذ القرار بطبيعه الحال وكتاخذ توصيات وكترجع للمكتب اذا كانت فيها بعض الملاحظات. اذا المحضر ما تسلمش لنا. كنتفاجئوا يوم الدوره ان المحضر مازال ما توقعش، بمعنى ان المحضر مازال ما توقعش، وهذا يعني الكلام ديال الرئيس مباشره. هادشي راه ماشي يقال او لا يشاع ولا هذا، الرئيس كيصرح مباشره بان المحضر مازال ما وقعوش باشا ديال المدينه، وبالتالي هو خرق سافر للقانون وكيؤدي بطبيعه الحال الى بطلان هذه النقطه هذه. ملي كنقولوا بطلان هذه النقطه هذه يعني كنقولوا بطلان الدوره باسرها. كيف يعقل اننا نجي ونديروا دوره ونبنيوها على وثائق غير موجوده اصلا ولم تكتمل يعني الاطار القانوني ديالها في هذا الباب هذا. بطبيعه الحال انا ما غاديش ندخل بزاف، غادي نكتفي غير بهذه التلميحات هذو ونخلي الناس ديال القانون اللي عندهم يزيدوا في الباب هذا. بالنسبه فيما يخص هذا الموضوع هذا الشق القانوني والشق الاخر، وانا هادشي اللي قلته في الدوره الشق المالي، احنا كمعارضه نرفض رفضا باتا ما جاء به المكتب المسير او الرئيس فيما يخص تقييم او الثمن الافتتاحي لهذه القطعه الارضيه اللي كنظن هي 1100 درهم. الثمن شحال كيدير في المدينه؟ كل ما كنعرفوا الهوامش ديال المدينه ماشي في قلب النابض ديال المدينه، في احسن موقع ديال المدينه يعني في موقع سياحي بالدرجه الاولى 1100 درهم. يعني تساؤل عريض كبير يعني كيطرح لنا حنا ما الغرض او ما الهدف الاساسي من وراء يعني ترخيص ثمن بيع العقار؟ سؤال للاجابه عليه يعني ماشي صعيبه، كنظن الجميع راه كيعرف شنو وراء هذا الترخيص ديال هذا الثمن هذا. العقار اضعف الايمان كيصور واحد 4 ولا 5 المرات الثمن ديالو اللي كاين دابا، اضعف الايمان. كنقولوا الا بغى شي واحد يشري كيف ما كنقولوا غيشري الهمزه، غيشري 4 5 المرات الثمن ديال هذا العقار. اما الا جينا نوقفوا عند الثمن الحقيقي ديالو فهو كيسوى اكثر من ذلك بكثير، وكلنا كنعرفوا هذا الشيء. راه يمكن اخر واحد اللي بغى يشري دابا شي بقعه سكن اقتصادي ار بلس 2 دابا في اي منطقه داخل المدينه يمكن في المناطق الشعبيه راه ما كتنزلش على 9000 10000 درهم المترو فيها ار بلس 2. يعني ممكن تقول لي كاين مصاريف كاين هذا كاين هذا، ولكن المصاريف ما كتفوتش واحد 35 40% من المجموع ديال الثمن باش كيكون يعني كيتباع. اذا هذا يحيلنا على يعني مساله خطيره، هو هدر المال العام ديال الجماعه، وبالتالي كتكون عندنا تساؤلات عميقه
ينبغي الإجابة عليها طبيعة الحال من احنا كمعارضة، من عند المجتمع المدني، وطبيعة الحال من الجمعيات اللي الصحافة بطبيعة الحال هي القلم المحرر ديال هذه الإجابات. اللي نبغي نأكد عليه أكثر هو أن هذه المسألة هي مسألة خطيرة، مسألة غير عادية، مسألة اللي كينبغي من السلطات المعنية يعني فتح تحقيق عاجل للوقوف على يعني هذه الممارسات اللي يعني صعيب أننا نلقاوها أو نلقاو مثيل لها في عهد هذا العهد الشفافية والديمقراطية والجماعة المقاولة. مشى الوقت اللي كنا كنقولوا فيه الجماعة اللي هي الجماعة تدبر الأمور العادية، ودابا ولات عندنا جماعة مقاولة، ولكن الحال اليوم احنا أمام جماعة مدبرة، أمام جماعة مفلسة، جماعة اللي كتاكل نفسها باش تعيش. احنا جماعة، وبالتالي هادشي هذا ما خصناش نسكتوا عليه. هذا يعني طبيعة الحال كاين مسائل أخرى، مسائل كثيرة يمكن نهضرو عليها، ولكن إلا خلينا ما عرفتش أنا واش الإخوة راهم مازال غيدخلوا، ربما يدخلوا حتى في هذه النقطة هذه، لا من حيث يعني العقار هو مركب سياحي فيه 18 شالي وفيه مرافق أخرى كثيرة وفي هذا، يعني غير هذوك لي شالي بوحدهم في هذاك الموقع إلا درنا اليوم بيع بالمزاد العلني بوحدهم غيتباعو بواحد 2 مليون درهم لواحد بوحدهم، 18 شالي ضربها في 2 مليون ديال الدرهم، واحد 36 مليون ديال الدرهم غير لي شالي بوحدهم. إذا ما كنهضروش على مشروع داخل نهضرو على هذا، حنا كنهضرو غير من الناحية المبدئية، داكشي اللي وعدنا دابا إكزيستون، ما نخسرو ليه والو، غنجيو نفتحو مزاد عالي، شكون السيد اللي بغى يجري أضعاف القيمة 8 مليون درهم، وحنا كنعرفو الموقع ديال هذا العقار في نجران. ما عرفتش ما تجاوزت التوقيت المخصص، إذا نكتفي بهذا التدخل هذه، ونعطي السيد الرئيس الكلمة باش شكرا لك سجدة. كنقول سي مصطفى الوحيد زيدي على مصطفى.